للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. سعادة السفير، 3 أعوام من الجهود الدبلوماسية كانت كفيلة بإعادة الدفء مرة أخرى ما بين القاهرة وأنقرة، في رأي سيادتكم ما دلالة توقيت هذه الزيارة وزيارة الرئيس التركي إلى مصر وانعكاستها على العلاقات ما بين البلدين في هذا التوقيت الهام؟ لا شك أن هذه الزيارة بتأتي في توقيت في غاية الأهمية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو سواء فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة البحر الأحمر وأيضا القضية الفلسطينية بصفة خاصة. لا شك أنه كان هناك فترة تكاد تكون عقد كامل من العلاقات التي يعني لم تكن على المستوى المنشود، حتى جاءت فترة شهدت فيها إعادة العلاقات على مستوى السفراء وتحسنت العلاقات على النحو الذي كان هناك لقاءات يعني مسبقة بين الرئيسين في قطر، وتم في هذه الأطر التوجه نحو تطبيع العلاقات بشكل كامل والاتجاه بها نحو آفاق أرحب مما كانت عليه. وأعتقد في هذا الصدد سيكون هناك آفاق فيما يتعلق بالعلاقات في المجال الأمني والعسكري، سواء فيما يتعلق بالعلاقات في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، وأيضا في المجال الاجتماعي فيما يتعلق بالصحة والتعليم، على نحو تكون هناك نوع من الشراكة الاستراتيجية تقوم على أساس التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في كافة المجالات. توقيت الزيارة أعتقد سيكون له أهمية بالغة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتطويرها كما أشرت، وأيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا محور من المحاور الهامة سعادة السفير صلاح، وهو محور القضية الفلسطينية التي تأخذ الجمهورية، جمهورية مصر العربية على عاتقها، والقيادة السياسية في مصر المشاركة والتدخل الحاسم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. كيف ترى الملف الهام وكيف يمكن مناقشته على أطر أو في على حساب المائدة الدولية في هذا التوقيت الحرج بالتحديد؟ أنا أعتقد أن هذا الملف سيكون كما أشرت وكما تفضلت له الأولوية القصوى، وأعتقد أن هناك تماثل في وجهات النظر بين مصر وتركيا في هذا الصدد. هناك أولوية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا فك أو يعني حل مشكلة الرهائن، ثم ربط ذلك كله بموضوع تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أعتقد أن هذه العناصر الأربعة يعني تتماثل الرؤية المصرية والرؤية التركية بصددها، وأعتقد سيكون هناك جهد مكثف من جانب الرئيسين في إطار التوصل إلى تحقيق هذه الأهداف المشتركة، خاصة وأن آلية الوزراء التي انبثقت المؤتمر القمة العربي القمة العربي الإسلامي كانت تضم كل من تركيا وتضم مصر أيضا معهم بجانب 6 دول آخرين والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وحققت هذه الآلية في خلال تعاون مصري تركي وأيضا مع باقي الأعضاء تقدما. وأعتقد أن سيكون هناك دورا يعني اتجاه لتنشيط دور هذه الآلية في تحقيق الرؤية المصرية التركية المشتركة التي أشرت إليها. الرؤية المصرية والتركية بتنظر إلى معالجة القضية الفلسطينية معالجة شاملة، وليس فقط من خلال وليس فقط العدوان الإسرائيلي على غزة وما أفرزه من تداعيات. هناك رؤية ترى أن ضرورة وقف التهجير القسري، وقف العقاب الجماعي، إدخال المساعدات الإنسانية، فرض وقف إطلاق النار، وبدء الإجراءات الأخرى التي أشرت إليها، سواء كانت المساعدات أو الفك أو احتجاز أو فك الرهائن، فضلا عن تسوية القضية الفلسطينية. أعتقد سيكون هناك رؤية في إطار أن تكون كل هذه العناصر في إطار صفقة واحدة مشتركة، وعمل وبذل الجهد للتعجيل بها في إطار فترة زمنية قصيرة. أعتقد أيضا قضية الصومال وما تثيره حاليا من توترات في منطقة البحر الأحمر، لأن وقف إطلاق النار في غزة يوقف التصعيد
لكن في نفس الوقت مذكرة التفاهم اللي تمت بين الصومال بين أرض الصومال وأثيوبيا زادت من حالة التوتر في منطقة البحر الأحمر، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لكل من تركيا ومصر بصفة خاصة، وأيضا للمنطقة العربية وللقوى الإقليمية والدولية الأخرى. لو تأذن لي سعادة السفير صلاح حليمة، منذ العقد الماضي والعلاقات الاقتصادية ما بين مصر وتركيا في تزايد، وتعكس رغبة من الطرفين في الاستفادة اقتصاديا وأيضا تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الدولتين، في رأي سيادتك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون ما بين البلدين سواء في شقيها الاقتصادي أو السياسي؟ لا شك يعني كما أشرت أن سيكون هناك آفاق رحبة فيما يتعلق بمسارات أربعة. احنا أشرنا إلى المسار الأمني العسكري، وأعتقد أن هناك يعني تسريبات أو ربما معلومات يتم تداولها على نوع أنواع من التعاون في المجال العسكري وخاصة في الطائرات المسيرة. لكن أعتقد الملف الاقتصادي سيكون من الملفات البارزة، لأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تنقطع حتى في ظل الفترة التي شهدت نوعا من يعني الهدوء أو نوعا من التوتر، بمعنى يعني ربما تجاوز شوية. العلاقات الاقتصادية لم تتوقف، وإنما كان هناك نشاط اقتصادي بين البلدين. نحن الآن أمام مرحلة تمثل نقلة نوعية في العلاقات ما بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي. أنا أعتقد سيكون هناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية في مصر، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة. وأعتقد أن هذا الأمر سيكون في نوع من الشراكة الاستراتيجية بينهما في هذا المجال. أعتقد أيضا سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص بصفة خاصة التركي وأيضا المصري فيما يتعلق بتنشيط العلاقات الاقتصادية في عديد من المجالات بين البلدين. ده بينعكس طبعا على زيادة حجم النشاط التجاري بينهما، وأعتقد أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها تركيا وتمر بها مصر ستكون يعني دافعا قويا لتنشيط هذه العلاقات في هذه المجالات. نعم، كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.